بسم الله والحمد لله والله أكبر. الآن بفضل الله تعالى سنستفيد بحول الله تعالى من مقاربة متأدبة لبعض آيات من آخر سورة الأنبياء عليهم السلام. بس نشوفوا اللي فما آية اللي تخلي الأنبياء الكل مو العنوان سورة اسم سورة الأنبياء تخلي الأنبياء كلهم في إطار القومية والاستثناء يكون لسيد البرية عليه الصلاة والسلام محمد النبي العربي الصادق الأمين وهو مرسل رحمة للعالمين. العالمين يعني ماهوش إنس وجن فقط، رحمة للإلكترونات المجرات. أنت ما تشوف ربي كيفاش عظم قدر النبي عليه السلام، واليوم الراو اللي يدعون أنه من أمتي هم أول الجاهين بقيمته، ما هو شيء كبير، شيء كبير. وبعد مغناني يتأذى النبي عليه الصلاة والسلام في كاريكاتور كيف شر يبدو شر يبدو غيره مغناني. تواجد تقول أنا من أتباعه وما يمكش من أذاه، حتى إذا كان أضعب الناس في الأمة عرفوا للانتقام لرسول الله عليه السلام أصبح منا حجة عليهم، فلابد أن يردوا الفعل، ردوا الفعل في إطار العين بالعين. أنتم طعنتوا بنبينا عليه الصلاة والسلام، حن نطعن في كيانكم. شر يبدو في هذا إطار يفهم حادث شر يبدو اللي ما احناش مظلمنا حد. أنتم دائما خاصة الصهاينة والكرب تتحايلوا باش تبيعوا نبينا عليه الصلاة والسلام وتضحكوا الناس بقلب خصاله الحميدة إلى سيئات وإلى قبح ما له من حد، يعني لا سقف لقبح محمد عليه السلام، وهو من هذه التهمة براء. والحمد لله الذي قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. والسلام.